أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: مريض في المستشفى على سريره، ويشق عليه جدا استقبال القبلة في صلاة الفرض، وذلك لوجود الأجهزة عليه، فما حكم صلاته والحالة هذه؟ صلي على حسب حاله ولو إلى غير القبلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله جل وعلا يقول: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا في حالة العذر المعذور، صلي إلى أي جهة يستطيعها والحمد لله. والشرط استقبال القبلة شرط، والشرط إذا عجز عنه يسقط، الشرط إذا عجز والواجب إذا عجز عنه يسقط. لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.